الإمام الصادق والمذاهب الأربعة. كتاب جيد. يقول البخاري لم يروي ولا حديثا واحدا عن الإمام الصادق، إلغاء الإمام الصادق. الإمام الصادق اللي بعض المؤرخين كاتبين كان عنده 20,000 تلميذ، أبو حنيفة واحد من تلاميذ، مالك والشافعي وأحمد ابن حنبل تلاميذ تلاميذ، ولا حديث واحد يروي عن الإمام الصادق. هاي هي المودة في القرب. ويروي في البخاري عن عمران بن حطان الذي يمدح ابن ملجم الخارجي الإرهابي المتطرف. يقول يا ضربة ابن عمران ابن حطان، يمدح ابن ملجم، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. البخاري ينقل عن هذا عمران ابن حطان ولا ينقل ولا حديث عن الإمام الصادق، وينقل حديث واحد عن الصديقة الكبرى. وهذا المنهج جاري إلى الآن، افتحوا الراديو والتلفزيون نفس المنهج.